اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من المشهد المغاربي، والبدايه من موريتانيا، حيث اظهر تقرير للمؤسسه العربيه لضمان الصادرات وقروض التصدير ان موريتانيا اقل الدول العربيه عجزا في الميزانيه لسنه 16 و2000 بواقع 0.4% من الناتج القومي الاجمالي، متقدمه بذلك على عدد من الدول العربيه. في ذات الوقت ومفارقة مع هذا الرقم، قالت مصادر إعلامية متطابقة إن جامعة نواكشوط دفعت رواتب نصف الأساتذة والعمال، وأنها تمتنع عن دفع رواتب البقية. في سياق آخر، يتساءل البعض في موريتانيا عن السبب الذي جعل وزارة المالية تقرر منح قطع أرضية لنواب ولشيوخ في مثل هذا التوقيت بالذات الذي طرحت فيه إصلاحات دستورية تتعلق أساسا بإلغاء مجلس الشيوخ. مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع معي من موريتانيا الكاتب والباحث السيد الوالي ولد سيدي هبة. سيد الوالي ولد سيدي هبة، مرحبا بك. نبدأ بالشق السياسي حول ما يتعلق بالإصلاحات التي طرحها الرئيس ولد عبد العزيز المتعلق بتغيير بعض الأشياء في موريتانيا، وربما على رأسها إلغاء مجلس الشيوخ. الآن هناك من يتساءل لماذا في هذا الوقت بالذات يقع إعطاء قطاع أرضية في أماكن مهمة وأماكن راقية في العاصمة نواكشوط لأعضاء في مجلس الشيوخ؟ هل الأمر مكافأة لهم على مضي 10 سنوات الآن وهم أعضاء في مجلس الشيوخ، أم أنه يتعلق كما يقول البعض برشوة سياسية بغية كسب أصواتهم في هذا التغيير والإصلاحات القادمة؟ شكرا على الاستضافة. في البداية يجب أن نذكر بأمر هام، هو أن موريتانيا دولة لم يتجاوز سكانها بعد 3 ملايين نسمة، وهي في مسارها الديمقراطي امتلكت غرفتين، يعني برلمان وشيوخ. الحقيقة أن غرفة ثاني أمر ثقيل على دولة بهذا الحجم، ذلك بأن الأمر فيه نوع من التراخي السياسي، حيث أن غرفة واحدة تكفي، علما بأن رواتب الشيوخ ورواتب البرلمانيين هي رواتب كبيرة جدا وعلاوات كبيرة جدا، وما يصلون إليه في علاقتهم مع الدولة، مثل البحث عن القطع الأرضية، البحث عن المناقصات، هي أمور أيضا تزيد على فاهم الدولة وتثقل عليها. فالأمر إذن كان أمرا ذكيا أن تقلص الغرفتان إلى غرفة واحدة، لكن كان هذا في تصريح طلب رئيس الجمهورية في إحدى جولاته في الداخل. طيب سيد الوالي ولد سيدي هبة، السؤال طبعا الإصلاحات هذه فيها أخذ ورد، هناك من يعتبرها إيجابية وهناك من لا يعتبرها كذلك، لكن سؤالنا حول توقيت توزيع أراضي تابعة للدولة على عناصر ونواب في مجلس الشيوخ. أنت لم تستمع إلى آخر ما قلته في الجواب. قلت بأن النواب والشيوخ من الأمور التي دعبوا عليها هو أن يبحثوا عن مصالح ضيقة على حساب الدولة وعلى حساب الشعب، ليس الأمر طارئا أن يبحثوا عن قطع أرضية وأن ينالوها، وليس الأمر شديدا أن يبحثوا عن مناقصات ليس لهم فيها حق وأن ينالوها. طيب، هذه أخطاء سياسية من قديم وهي واقعة. وأين الدولة هذه؟ أين الدولة هنا؟ أنا هو السؤال الذي يجب أن يطرحه. الدولة هي عبارة عن الحكومة التي تقبل بهذا الأمر الواقعي، لكن أيضا المسار الديمقراطي الذي فرض هؤلاء بهذه الأعمال غير سوية هم مسؤولة عن هذا الأمر. بالتالي ليس الأمر جديدا، وإنما هو طيب سيد الوالي، سيد الوالي ولد سيدي هبة كانت واردة. لا اسمح لي، ابقى معي ساعود اليك لمواصله هذا النقاش، ورحب كذلك بمختار بابتاح الكاتب الصحفي وسعد بوهولد الشيخ الكاتب والمحلل السياسي كذلك، كلاهما معي من نواكشوط. مختار بابتاح، ابدا معك هذا الحوار، ما تعليقك على هذه الهبه او هذه العطيه ان صحت العباره لبعض من نواب مجلس الشيوخ
في وقت حرج، وقت مقدم فيه مشروعات تعديل دستورية على رأسها إلغاء مجلس الشيوخ، هل هو نوع من أنواع شراء أصوات هؤلاء؟ أعتقد أن هذا أمر يتعلق بالشيوخ المغاضبين. غرفة الشيوخ كانت مغاضبة قبل شهر أو شهرين من الآن، كان هناك خلافات كبيرة بين مجلس الشيوخ من ناحية والحكومة والحزب الحاكم من ناحية ثانية، فكان لابد من تلطيف الأجواء بين غرفة مجلس الشيوخ وبين الحكومة الموريتانية التي تعتزم في الإصلاحات الدستورية القادمة والاستفتاء القادم الذي هو يتعلق الآن بإصلاحات ربما تكون برلمانية. فكان لابد من حفظ ماء الوجه للشيوخ الذين سيتم حل غرفتهم قريبا، وهذه كما يقول الولي السيد هيبة هي مصالح ضيقة جدا. نتحدث هنا عن شيوخ ربما يسكتون في الأيام القادمة. قبل أشهر كان هناك غضب، وكان هناك دعوة من طرف رئيس الحزب الحاكم لمجلس الشيوخ فرفضوا، وكان هناك كانت هناك احتجاجات. الآن يتضح أن هذه الاحتجاجات كانت فقط على أن مجلس الشيوخ يريد البقاء والبقاء بأي ثمن، حتى لو كان الأمر يتعلق بقطعة أرضية في مناطق راقية تمنح لأعضاء مجلس الشيوخ مقابل السكوت ومقابل تلطيف الأجواء، لكن الشعب الموريتاني هو الضحية. الشعب الموريتاني صحيح. كل هذه المناسبات هي معركة بين الكبار فقط، بين مجلس الشيوخ والحزب الحاكم والحكومة الموريتانية والبرلمانيين. فيكون الشعب الموريتاني كل مرة يدفع الثمن، يدفع ثمن هذه الخلافات السياسية، يدفع ثمن الإصلاحات الدستورية التي يريد الرئيس الموريتاني تمريرها من خلال استفتاء دستوري قادم. طيب خليك معي مختار بابتاح، سأعود إليك كذلك أستاذ سعد بوه الشيخ محمد، أرحب بك مجددا. كيف يمكن تحرك لأعضاء في مجلس الشيوخ؟ البعض وصفه بأنه كان تحرك مثير للجدل، هدفه ربما الحكومة، ولكن من وراء الحكومة كذلك، والمقصود ربما الرئيس نفسه وهذا المشروع، مشروع التعديلات الدستورية المقترحة. كيف يمكن تلطيف الأجواء كما قال مختار بابتاح بإعطاء هؤلاء أشياء ربما ليست من حقهم؟ هم حتى المأمورية التي انتخبوا على أجلها 6 سنوات، البعض يقول أنهم تجاوزوها ب4 سنوات، 10 سنوات الآن موجودين، وهناك بمعنى أموال ورواتب إضافية أخذوها لمدة 10 سنوات، ويضيفون مع ذلك قطع أرضية مهمة وذات قيمة. لماذا يسمح بمثل هذا التصرف من قبل السلطة في موريتانيا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعتقد أنكم في قناة المغاربية أنتم ضحايا ربما لتضليل وتشويه، وربما لم تكونوا ضحايا فأنتم تتعمدون انتقاء معلومات معينة وأخبار معينة، كلها تصب ضد النظام. طيب أعطينا سيدي، أعطينا الصح. نعم يا سعد بوه، هذه المعلومات مغلوطة. أنا أحدثك الآن من داخل البرلمان الموريتاني في هذه اللحظات، حيث تجري جلسة مناقشة البرنامج السنوي للحكومة. هذه القطعة الأرضية التي تتحدثون عنها في الواقع موضوعها قديم جدا، ونواب الشعب هم من طلبوا الحصول عليها، يقال قبل أكثر من سنة، وبالتالي لا جديد في الأمر. هم من قال إن رئيس الجمهورية يريد تمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان؟ أصلا كل المؤشرات وآخر المؤشرات والمعلومات شبه الرسمية تؤكد أن رئيس الجمهورية ذاهب إلى طرح التعديلات الدستورية عبر استفتاء شعبي على الشعبي بشكل مباشر، وليس عبر البرلمان حتى نتجاوز هذه. ثم لا أعتقد أن القول بأن الرئيس أراد رشوة البرلمانيين بقطع أرضية، هذه في الحقيقة أعتقد أنها معلومة مغلوطة ولا يدعمها الواقع، لأن القطع سيد سعد بوه، ليس هناك أي شيء من هذا القبيل، هؤلاء الشيوخ لن ينالوا أي قطعة أرضية؟ قد ينالوها، ومن حقهم أن ينالوها. كيف؟ من ينالوها، لكن ليس ذلك في إطار رشوة من النظام مقابل شراء أصواتهم للتصويت في الدستور. كيف من حقهم أن ينالوها؟ يشتروها بأموالهم؟ كيف؟ لا، تعلم أن كبار الدولة قبل أسابيع مثلا وزعت قطعة أرضية على أساتذة الجامعة،
وهي الآن توزع قطعا أرضية على أساتذة التعليم الثانوي في العاصمة الاقتصادية الواليبو، ومن حقها أيضا أن توزعها على البرلماني الشعب، ووزعت أيضا آلاف وعشرات ربما آلاف قطع أرضية على الفقراء في أحياء مستصلحة في ضواحي العاصمة. أعتقد أن الأمر بسيط وليس يستحق كل هذا النقاش ولا يتحمل أصلا المضامين السياسية التي حاول بعضها أن يحملها له. والقضية نعم. طيب خليك معي أستاذ سعد بوسى، أعود إليك. ولي ولد سيدي هبة، ما تعليقك على هذا الكلام؟ أنه كلام قديم هذا ولا يستحق كل هذا الحديث، ومن حق الشيوخ هؤلاء بعد هذه الفترة كلها وهم نواب الشعب أن ينالوا مثل هذه القطاع، ومن حق الدولة أن توزع القطاع على من تشاء كذلك. دعني في أمر هو أن القطاع الأرضية لكل الشعب، لكل فصائله، بكل مكوناته، كل بما يستحقه. لكن الشيوخ أخذوا من القطع الأرضية منذ 10 سنوات وزادوا، ولا أعتقد أن إعطاهم قطعا جديدة هي أمر إيجابي، أعتقد أنه بالعكس أمر سلبي جدا. لهم رواتب كبيرة، نالوا من المصالح ما نالوا، ولا ضرورة بإعطائهم قطعا أرضية أخرى يحتاجها الشعب، تحتاجها المؤسسات الحكومية، لأن العاصمة تتمدد ويجب أن تكون فيها منطقة اقتصادية ومنطقة إدارية وجامعات ومستشفيات، فالتطور مستمر والتنمية قائمة، ويجب أن تبقى هذه القطاع الأرضية لمثل هذه المصالح. أما فيما يتعلق بالسلوك، لا أعتقد أنهم نالوا حقهم منذ 10 سنوات وزادوا، ولا أعتقد أن إعطاءهم شيء آخر يدخل في صميم شيء إيجابي ولا شيء منطقي. بالعكس، حينما تحدث عن توزيع القطاع الأرضي على المواطنين فهنا صعبة، وهي سياسة جيدة مكنت الدولة الموريتانية من أن تتجاوز مدن الصفيح، وهذه سياسة جاءت مع محمد بن عبد العزيز والشهادة للتاريخ ولله. توزيع القطاع على الأساتذة أيضا أمر إيجابي جدا، لأنه إلى حد قليل هؤلاء الأساتذة لا يمتلكون قطعا أرضية يبنون عليها، وما إلى ذلك من الأمور الإيجابية غير ما يتعلق بالشيوخ البرلمانيين. هنا نقطة الخلاف سيد الولي والسيد هبة، هو نقطة الخلاف هنا، يعني نقطة المؤاخذة هنا، أنه لو كانت عامة المواطنين، لو كانت تحت سياسة القضاء على الأكواخ والبيوت القصديرية، لو كانت إعطاء لمن يستحق فعلا ومن يحتاج، كان الأمر يكون إيجابيا، وهذا حصل جزء منه كما ذكرت أنت الآن. ما أثار الجدل هو توزيعه على الناس، البعض يرى أنه ليس من حقهم، خاصة بعد هذه المدة الطويلة 10 سنوات، ومن حقهم بس 6 سنوات، أضافوا 4 سنوات أخرى. البعض يثير الجدل حول هذه، أضيف قليلا للتوضيح. أنا لا أعتقد أن إعطائهم هذه القطاع الأرضية يدخل في صميم رشوة، لا أعتقد أن رئيس الجمهورية في هذا الأمر، وإنما قلت لك منذ بدايتي ذهب هؤلاء في السياسة خاطئة على أن يستغلوا مناصبهم ووظائفهم لينالوا من المال العام ولينالوا ما يستطيعون من الخدمات. طيب خليني أخذ رأي كذلك مختار بابتا حتى نمر إلى الموضوع الثاني، وهو أمر إيجابي أن يقع توزيع الأراضي على من يستحق، لكن أنه ليس إيجابيا. ما رأيك؟ يعني سؤال، ما رأيك، هل أنه الأمر ليس إيجابي كما يقول البعض أن ينال هؤلاء الشيوخ مثل هذه القطاع، طبعا بعد الرواتب المرتفعة التي يقول البعض أنهم نالوها طيلة السنوات الماضية؟ مختار بابتاح، ولا علاقة كما قال الولي، هم أخذوا وزادوا عليها الرواتب، أخذوا من القطاع الأرضي ما يكفيهم. السؤال الآن، هناك مواطنين، صحيح هناك مواطنين يحصلون على قطع أرضية، لكن فرق كبير جدا بين قطع أرضية تمنح لضعاف المواطنين وينقلون إلى مدن بعيدة جدا من وسط عاصمة نواكشوط، وبين قطع أرضية تمنح في الأحياء الراقية لأعضاء مجلس الشيوخ. هذا ما يطرح الريبة وما يطرح السؤال وما يطرح، نحن لم نتكلم عن الرشوة، لكن هناك أسئلة محيرة، هناك شبهة
في هذا التوقيت بالذات؟ لماذا في هذا التوقيت؟ ولماذا الشيوخ بالذات؟ هل هناك كل المواطنين تم عليهم توزيع القطع الأرضية وبشكل متساوي وبشكل عادل وبشكل، هل الأساتذة الجامعيين حصلوا بزعود على القطع الأرضية وأساتذة الثانوية؟ هناك مغالطات كما يقول سعد أبوها، أنتم تتعرضون لمغالطات، هو أيضا يريد أن يمرر من خلال هذا البرنامج مغالطات. نحن نعيش هنا في نواكشوط ونراقب العاصمة نواكشوط من كل جوانبها، فليذهب إلى الترحيل. أخي العزيز أدعوك بأن تذهب إلى الترحيل حتى ما تغالطنا بأن هناك قطع أرضية تم توزيعها على المواطنين العاديين. ما هذه القطع الأرضية التي يتحدث عنها وهي أحياء صفيح ما تزال في العاصمة الموريتانية نواكشوط؟ لم يتم القضاء على أحياء صفيح، لم يتم القضاء. يعني هناك بالفعل هناك أحياء عشوائية كانت موجودة فتم تحصيلها إلى مناطق نائية بعيدة من نواكشوط، وتم تضليل الرأي العام أن هناك قطع أرضية منحت للمواطنين. ما هذا الخط؟ يعني مجلس الشيوخ هو مجلس يعني زادت مدته وتضاعفت مرات، فلماذا نحن أنا أسد الأخ سعد أبوه، لماذا في هذا التوقيت بالذات تمنح القطع الأرضية بمجلس الشيوخ؟ خاصة أن مجلس الشيوخ بينه وبين الحكومة كانت خلافات ويعرفها ويعرف تفاصيلها. نعم. طيب مختار خليك معي، يبقى معي سأعود إليك سعد بوها، أعود إليك فيما يتعلق بموضوع آخر يتعلق بالأساتذة في جامعة نواكشوط. هناك أنباء مؤكدة تتحدث على أن هؤلاء الأساتذة لم ينلهم رواتبهم أو جزء منهم لم يناله راتبه في الشهر الماضي، فقط دفعت رواتب نصف الأساتذة والعمال. هل بداية لديك معلومات عن سبب عدم الدفع للنصف المتبقي؟ نعم أخي العزيز، دعني أكرر ما قلته في بداية مداخلتي، وهو أنكم تنتقون دائما أخبارا في الغالب لا تكون دقيقة، وعلى الأقل تأخذون النصف الفارغ من الكأس كما يقال. أنا شخصيا ليست لدي معلومات تفصيلية عن هذه الجزئية، لكن لا أعتقد أنه في موريتانيا الآن أي موظف رسمي للدولة لم ينل راتبه بسبب عجز من الدولة وبسبب مماطلة. إذا كان هناك شيء من هذا القبيل فهو بسبب إجراء قانوني طبيعي لست مطلعا على تفاصيله. موريتانيا الآن لديها فائض الميزانية، والوزير الأول قبل يومين أمام البرلمان أعلن عن اكتتاب المئات من الموظفين الجدد في القطاع العام، فضلا عن المئات الذين سيكتتبون القطاع الخاص، ولأول مرة هناك فائض في ميزانية الدولة. وليس الحديث عن ضائقة مالية تعانيها موريتانيا حاليا في الحقيقة هو نوع من المغالطة ومجازفات الحقيقة. طيب. بخصوص القطع الأرضية اسمح لي فقط تعليق سريع أقول لك، وهذه معلومة ربما يعرفها أيضا ضيوفك الكرام، أن جميع أعضاء البرلمان الموريتاني بغرفتيه لا يصلون إلى 200، ومعظمهم إن لم نقل كلهم في الغالب رجال أعمال يملكون المليارات. يعني ما الذي ستفيدهم قطعة أرضية في أطراف العاصمة؟ هذا في الحقيقة شيء مضحك. هم يعني رجال أعمال في الغالب لديهم مئات، والقطع الأرضية أغلى من هذا بكثير، ولديهم مئات الملايين، ليسوا بحاجة للقطع الأرضية حتى يمن النظام عليهم بها ويقدمها لهم كرشوة. طيب. نعم. طيب أستاذ سعد خليك معي، خلينا نسأل الولي والسيدي هبة، ربما لديه معطيات على امتناع الدولة عن دفع رواتب نصف الأساتذة والعمال، نصف أخذ رواتبه والنصف الثاني لا. ما هي الأسباب؟ هل هناك سبب اقتصادي مادي أم أسباب أخرى؟ لا بكل صراحة أنا لا أعتقد ذلك، أعتقده أنه إذا كان ثمة أمر يبرر ذلك فهو إجراءات إدارية وقانونية تماما كما قال لك الأخ سعد من الملاحظات. فيما يتعلق بالميزانيات دائما في آخر السنة تكون ثمة تأخيرات نتيجة للمحاسبة، إجراء المحاسباتية، ولأن دولة ما زالت في هذا الشأن ضعيفة فيما يتعلق بعدد الخبراء، لذلك أحيانا تتأخر الرواتب لكنها تدخل بالنهاية. فيما يتعلق بالقطع الأرضية أعود فأقول بأن رجال الأعمال هم الذين لا يتركون العقار في أي مكان، العكس تماما، كلما زاد حطبها زاد لهبها، كلما كثرت لديهم الأموال كل
كلما كانوا لابد ان يمتلكوا اكثر واكثر من القطاع الارضيه، لكنني قلت واكرر بان الارض يجب ان يكون لها مخطط معماري تقسم على اساسه، فدوله الاقتصاد يتمدد بها والمؤسسات العموميه تتمدد وتكثر، ويجب على الدوله ان تاخذ هذا بعين الاعتبار وتاخذ الحيطه لترك بعض الاراضي لمثل هذا التمدد ومثل هذا التطور، وان لا تترك لهؤلاء الذين يقتلهم الجشع وكثره الاموال، وهم في بعض ذلك في جزء من ذلك لهم الحق بان يزيدوا اموالهم وان يزيدوا اثارهم، لكن يجب ان لا يكون على حساب الدوله ولا على حساب الشعب. طيب ابقى معي استاذ الوليد. ان يكون البرلمانيون المخلصون الأغنياء يجب أن يساعد الدولة. طيب. على أن تقوم على أسس الكريم. طيب ابقى معي سأعود إليك مختار بتاح فيما يتعلق بتقرير المؤسسة العربية لضمان الصادرات وقروض التصدير، صنفت موريتانيا من بين الدول التي فيها أقل عجز في موازنة 2016 مقارنة بدول أخرى بلغت مثل ليبيا يعني الآن 56% تقريبا العجز من الناتج القومي المحلي، دول أخرى فيها 4% 5%، موريتانيا فيها 0.4. حتى لا يقول سعد ولد بوها أن ننتقي فقط المسائل السلبية عن موريتانيا، هذا خبر إيجابي حول الاقتصاد الموريتاني. بتقديرك ما هي السياسة، ما هو السبب الذي جعل الحكومة تتمكن من أن تقلل عجز الموازنة إلى 0.4؟ هل أنها لم تطرح من المشاريع إلا ما يتناسب مع ميزانيتها، أم أن هناك موارد أخرى ظهرت خلال السنة الماضية، أم أنه حسن إدارة وتدبير للموارد المالية للدولة؟ يعني موريتانيا هذه نتيجة لا ينبغي أن تكون مفاجئة بالنسبة لموريتانيا، البلاد الغنية بمعادنها، البلاد الغنية بالفولاذ، البلاد الغنية بالأسماك، تملك أغنى شاطئ في العالم، وتملك أيضا ثروات مختلفة في الزراعة وفي المحصول الآخر. هذه النتيجة نحن لا تفاجئنا، موريتانيا غنية جدا وينبغي أن تكون غنية وينبغي أن تكون كذلك، لكن أن يكون الجزء الأكبر من ميزانية الدولة خلال العام 2016 قادم من ضرائب المواطنين ومن عائدات الضرائب، فهذا يكون يعني هذه النتيجة تكون يعني لصالح الدولة الموريتانية صحيح، لكن كيف هي الظروف الاقتصادية في موريتانيا؟ كيف هو الدخل القومي؟ كيف تكون الأسعار مقارنة بالدخل القومي الموريتاني؟ موريتانيا بلاد من حيث الثروات كما قلت لك بلاد غنية جدا، ينبغي أن تقارن بدول الخليج، لكن البطالة ما تزال منتشرة هناك والرواتب متدنية كما تقول، وهذا ليس حديثي أنا، لست سياسيا على الإطلاق، وإنما هو حديث النقابات، حديث العمال، حديث الكل، يعني يشكو الحالة الصحية يعني متدهورة جدا، والحالة الاقتصادية بشكل عام. هذه هي الصورة في موريتانيا، ومن أراد أن يطلع عليها فليسأل المختصين في موريتانيا. يعني موريتانيا بلاد كما وصفها بعض المحللين هي بلاد غنية جدا، ولكنه شعب فقير جدا، شعب ما زال يعيش في أحياء الصفيح. الحالة الاقتصادية في موريتانيا، حالة المواطن الموريتاني والاستهلاك الموريتاني من الداخل وليس بالأرقام العربية التي تقدم، يعني وليس بالعجز أي الفائض في الميزانية، ليس بفائض الميزانية الذي يفتخر به رئيس الجمهورية في كل مرة وأعضاء حكومته. نعم صحيح هناك ميزانية كبيرة، لكن كيف كانت هذه الميزانية؟ كما قلت لك، كما تحدث بعض النواب البرلمانيين، أكثر من تقريبا ما يقارب نصف الميزانية عائد من ضرائب التي تؤخذ من المواطنين، وهذا لا ينبغي أن يكون فيه دورة في 3 ملايين فقط واضح مواطن مقارنة بهذه الثروة الهائلة. واضح واضح يا مختار ببتاح الكاتب الصحفي، كنت معي من نواكشوط، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. سعد ولد بوه، ما تعليقك إذن على هذا الرقم الإيجابي الذي حققته موريتانيا فيما يتعلق بنسبة العجز؟ أقل الدول العربية تقريبا، أو من أقل الدول العربية عجزا، 0.4 فقط بالمئة مقارنة بدول أخرى غنية، ولكن هناك عجز كبير مقارنة طبعا بالناتج القومي
المحلي. ما هي الأسباب؟ هل أنت غير متفاجئ كذلك كما ذكر مختار بهذه النتيجة؟ ما هو السبب اللي يجعل موريتانيا أو الاقتصاد الموريتاني على قلة الإدارة فيه وتواضعها، لكن على الأقل أقل الاقتصاديات عزا في موازنته للسنة الماضية على الأقل؟ أعتقد أنكم طرحتم السؤال وأيضا طرحتم الإجابة، طرحتم ثلاث احتمالات الإجابة، والاحتمال الأخير هو صحيح، أي أن السبب يكمن في حسن التسيير والتدبير الذي طبع سياسة هذه الحكومة وهذا النظام. والذي تحدث عن الأخ بابتاح أن موريتانيا بلد غني، هذا صحيح، لكن السمك الموريتاني ليس شديدا، شواطئ موريتانيا كانت موجودة والموارد الطبيعية أيضا كانت موجودة منذ القدم وتعاقب عليها رؤساء وأنظمة، فلماذا لم يحسن استغلالها ويحصل على النتائج الاقتصاديه التي حصل عليها هذا النظام؟ في الحقيقه لا ينبغي ان نكابر وننكر بعض الارقام التي تشهد بها حتى المنظمات الخارجيه الدوليه والعربيه كما تفضلتم قبل قليل. اعتقد ان الوضع الاقتصادي للبلد مريح، والسبب في ذلك هو حسن التسيير والتدبير. طيب سيد سعد بوه، اسمح لي قليلا، قلتم ان قال الاخ ان الضرائب الكثيره فرضت على المواطنين، واعتقد ان الاقتصاديين يعرفون ان حتى زياده الضرائب في بعض الاحيان تكون بسبب زياده الانشطه الاقتصاديه، والا لما كان هناك نشاط يمكن ان تفرض عليه ضريبه اصلا. ولا اعتقد ان هناك تذمرا من هذه المساله، خصوصا وان المواطنين يشاهدون اموالهم تنفق فيما هو يعني يعود طيب عليهم بالمشاريع الموجوده. سيد سعد بوه، لا تنسى كذلك ما أشار إليه نفس الأستاذ مختار قبل قليل، أنه بلد غني 3 ملايين فقط، ولكن المواطنين فقراء كذلك، ونسبة الفقر عالية في موريتانيا. قلت لك ان صحيح ان البلد بلد غني نسبيا ايضا، لا ينبغي ان نضخم هذه القضيه. طيب، لكن هذه ليست مساله جديده، فلماذا لم يستفيد هذا البلد من ثرواته الطبيعيه في الانظمه السابقه؟ السؤال المطروح. هذا النظام لم ياتي بموارد من الخارج، ولم ياتي باكتشافات جديده، وانما قام بمحاربه الفساد واستغلال الموجود وتوزيع ثروته بشكل جيد يعود بالنفع على المواطنين بشكل عام. بالتالي ليست هناك يعني موارد سحريه طرات للبلد. شكرا جزيلا لك سعد بوه، شيخ محمد كاتب ومحلل سياسي، كنت معي من نواكشوط، بارك الله فيك وشكرا لك على المشاركة معنا. الولي ولد سيدي هبة، أختب معك بتعليق على نفس الموضوع الاقتصادي، وإن شئت ربطه بموارد الدولة الكثيرة والبلد غني ولكن المواطن فقير، ما أسباب ذلك؟ هو كذلك، لكنني أريد شهادة التاريخ بأنه مع الرئيس محمد عبد العزيز تحسنت كثيرا استغلال موارد البلد للبنى التحتية. لكن الذي يعاني منه البلد تفاقمه إلى قادم إلى صناعة اقتصادية محلية، ذلك بأنه يسكن بعض رجال أعماله الذين لا هم لهم إلا جمع العقار والمال، لا يبنون مصانع تحويلية ولا يستفيدون من اقتصاد البلد ليحولوه لاقتصاد البلد حتى يكون بلدا منافسا للبلدان الاخرى. فلذلك الدولة تجني من التصدير الاموال فتصرف الكثير منها على البنى التحتية، لكن لا اقتصاد قاعدية تعتمد عليه البلاد حتى تتحسن اوضاع المواطنين بالتشغيل وبالتكوين وولوج المصانع التي لا وجود لها اطلاقا، لان رجال اعمال البلد والقطاع الخاص في البلد مريضان لا يعملون واجبهما في عمليه بناء شكرا ودفع عمليه تنميته الى الامام. شكرا جزيلا لك الولي ولد سيدي هبة الكاتب والباحث، كنت معي من موريتانيا من نواكشوط عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لمواصلة النقاش والحديث حول الملف والمشهد المغربي وانتظارات المواطنين تشكيل الحكومة المقبلة. فاصل ونعود، فتفضلوا بالبقاء معنا.